صلاة الصلاة من الضحى إلى الناس. يا أخي
قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أقسام الدين.
أقسام التوحيد دلالة التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له فيه ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله. فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات والصلاة والصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. نعم، قد تقدم معنا شرح وبيان تعريف انواع التوحيد الثلاثه، وبيان من صرف شيء من العباده لغيرنا او مشركها، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واما توحيد الاسماء والصفات فهو الايمان بكل ما ورد في القران الكريم وبالاحاديث الصحيحه من اسماء الله وصفاته، واثباتها لله وحده على وجه الله به سبحانه من غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا إثبات وتنزيه والمعاني المعلومة والملكية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول كل ما أخبر الله منه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعرف معناه ثم الوصول إلى معناه، ونؤمن أن لا كيفية لله سبحانه وتعالى، لأن الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. تجيب لما أشار إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى: استواء معلوم والكيل مجهول، يعني نؤمن أن لا كيفية لله كيفية معلومة، والإيمان بالواجب أن نثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي إلى مجال معرفته، والسؤال عنه مدعى وعلى أخذ القول بأنه مبتدع. نعم. قال رحمه الله: عملا بقول الله سبحانه قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. كل إشكال إذا قسم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، كما أن بعض العلماء رحمه الله قسم التوحيد إلى قسمين، جعل الربوبية وأسماء الصفات قسم وتوحيد الألوهية قسم، لا إشكال له. أن تثبت معنى التوحيد الثلاثة جاء وقال انا لا اعرف هذا التفسير، لكن انا افرد الله سبحانه وتعالى بانه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، لا اعبد الا الله. كل العبادات لا بد ان تكون لله، ولا اقصر منها شيء غيره، وادعو الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وافردها سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى لا يمات بشيء من المخلوقات. لا بد ان توصف يأتي عامل ويصدقها، ننظر في صلاته يأتي بالشروط والأركان والواجبات تتبع الموانع والصلاة صحيحة. لكن طالب العلم لا بد من معرفة الإنسان. نعم. قال رحمه الله: ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح فيه إلى التقسيمين. وأقسام الشرك دلالة، أقسام الشرك مما أن نقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر، أو شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الخفي كما يقول المنبر كما صلى الله عليه وسلم في المنافق كما قال، وقد يكون أصغر كما في العلم. على الاعتبار لابد أن نخاف من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والمرض الأربع: صغائر، واعلموا الصغائر كذلك، واعلموا كذلك الشرك الأصغر، واعلموا الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الاكبر نسال الله العافيه والسلامه اذا مات عليه فهو مخلد في الكبر، لا يغفر، واذا تاب